شباب تالتة إعدادي، ازيكم عاملين ايه؟ معاكم مستر جورج حلمي، قناة سبوت شانل. النهاردة هنبدأ في يونت جديدة، هنبدأ في البيولوجي. النهاردة اليونت اللي بنتكلم فيه عن الجيناتكس. جيناتكس معناها علم الوراثة، جيناتكس اللي هو علم الوراثة. طيب قبل ما نبدأ نتكلم أو ندخل في الليسون ده بتفاصيله، احنا في حاجات لازم نفتكرها مع بعض كانت عدت علينا في تانية إعدادي قبل كده. فلو استرجعنا كده مع بعض الفلاور ستراكشر، فلاور دي عارفينها من السنه اللي فاتت انها reproductive organ in the flowering plants، ده عضو التكاثر المسؤول عن التكاثر، reproduction in the flowering plants. فلو نفتكر مع بعض الرسمه بتاعت الفلاور، فلاور ستراكشر، يهمني قوي النهارده نركز على الميل اورجن اللي هو ستيمن اللي بيتكون من انثر وفيلمنت، والفيميل اورجن اللي هو البيستل اللي بيتكون من ستيجما وستايل واوفري. يهمنا نعرف ونفتكر مع بعض كمان types of flowers، أنواع الفلاورز. كان عندنا 3 types of flowers: male flower, female flower, bisexual flower. male flower containing male organ only, female flower containing female organ only, bisexual containing both of them، فيها الميل والفيميل. عشان يحصل reproduction كنا بنعدي على steps، خطوات درسناها السنة اللي فاتت. من ضمن الخطوات دي كانت خطوة اسمها pollination. pollination هو عملية التلقيح أو نقل البولين grains from male organ to female organ. يبقى pollination process is the transfer of pollen grains from the anther to the stigma. anther هو الميل organ، stigma هو الفيميل organ، او الانثر موجود في الميل اورجان والستيجما موجود في الفيميل اورجان. البولينيشن نفسها او العمليه دي كانت نوعين، كان نوع اسمه سيلف بولينيشن او اوتو بولينيشن، دي كانت ترانسفير اوف بولين جرين فروم ذا انثر اوف ذا فلاور تو ذا ستيجما اوف ذا سيم فلاور، من انثر لستيجما في نفس الزهره نفس الورده. انما الكروس بولينيشن او ميكسد بولينيشن can transfer of pollen grain from the anther of the flower to the stigma of another flower، من flower لflower تانية. طيب ways of pollination، مين كان مسؤول عن الموضوع ده او مين كان بيعمل الموضوع ده او بيتم عن طريق مين؟ كان عندنا ممكن by man عن طريق الانسان، by insects عن طريق الحشرات، by winds عن طريق الرياح، وفي طبعا طرق تاني بس ما درسناش السنة اللي فاتت. طيب خلونا نبدأ بقى في الليسون بتاعنا النهاردة اللي هو the main principles of heredity. main principles يعني المبادئ الأساسية of heredity معنى للوراثة، المبادئ الأساسية للوراثة. طيب heredity تقريبا تاخد نفس المعنى الجيناتكس. genetics هو علم الوراثة، genetics هو علم الوراثة. ايه العلم ده او بيتكلم عن ايه؟ it is a science that researches، بيبحث the transmission of hereditary traits، انتقال الصفات الوراثية from one generation to another by studying the similarity and difference between the parents and the offspring. العلم ده هو اللي بيبحث انتقال الصفات الوراثية من الأباء للأبناء. يعني ليه الأب والأم دي سلموا الصفة دي للابن ده، وليه الصفة دي ما اتنقلتش للابن التاني؟ هندرس كل الكلام ده النهاردة، بس خلونا أول نشوف what are the types of traits، إيه أنواع الصفات. كل واحد فينا بيمتلك مجموعة من الصفات. traits معناها صفات. what are the types of traits؟ number one hereditary traits. hereditary traits means صفات وراثية موروثة، يعني دي transmitted from one generation to another. دي through ايه؟ through gametes، عن طريق الجاميتس اتنقلت الصفات دي خلاص من جيل لجيل من الأباء للأبناء. number two acquired traits. acquired traits بقى الصفات ملهاش دخل بالوراثة خالص. acquired trait transmitted from one generation not transmitted from one generation to another. أمال مين مسؤول عنها؟ surrounding environment، البيئة المحيطة. دي صفات مكتسبة. كلمة acquired معناها مكتسبة، اتعلمناها اتدربنا عليها، like drawing driving cars، الحاجات دي playing football، الحاجات دي كلها أكيد ما يعني مش مورثة أو مش موروثة، لكن اكتسبناها واتدربنا أو اتعلمنا الصفات دي خلال حياتنا. طيب مين بقى العالم بتاعنا النهاردة؟ scientist بتاعنا النهاردة اسمه مندل، جريجوري مندل. ده عالم نمساوي
بيقولوا عليه كمان the founder of heredity. founder of heredity يعني مكتشف الوراثة أو علم الوراثة أو مؤسس علم الوراثة. هو مش مكتشف، ممكن نعتبره مؤسس علم الوراثة. مندل بنى الاكسبيرمنت بتاعته على بلانت مشهور قوي اللي هو البي بلانت، نبات البسلة. ف he chose the pea plant to conduct his researches. اختار نبات البسلة عشان ينفذ أو يؤدي الأبحاث بتاعته. طب ليه؟ اشمعنى البي بلانت؟ في الواقع البي بلانت أو نبات البسلة كان ليه مميزات في الوقت ده أكتر من أي نبات تاني. يعني تعالوا نشوف مع بعض إيه السبب اللي خلاه يختار نبات البسلة بالذات. Number one, it's easy to plant the pea plant and it grows fast. بينمو بسرعة، ما بياخدش وقت في النمو. Number two, its life cycle is short. Life cycle يعني دورة حياة نبات البسلة. دورة حياة يقصد بيها مجرد ما بيحصل pollination والpollen grain germinates تنبت inside the ovule، وبعد كده يحصل عملية fertilization وتكون seed، والseed تترمي في الصويل وتكون new plant. دي اسمها life cycle. فاللايف سايكل بتاعت نبات البسلة دورة حياة النبات نفسه قصيرة، ما بتاخدش وقت. Number three, the flowers of the pea plants are hermaphrodite. Hermaphrodite means bisexual. Bisexual نفتكرها مع بعض يعني فيها الاثنين organs، male organ والfemale organ. So it can self-pollinated. Number four, it can easily be pollinated by men. Number five, it produces large number of plants in a generation. بينتج أو المحصول بسلة بينتج عدد كبير قوي في الجيل الواحد. It has pairs of contrasting traits that can be identified easily. وركز على point number six، point مهمة جدا. ايه حكاية ال contrasting trait؟ contrasting traits means صفات متناقضة او غير متشابهة. can be identified easily يعني ممكن نتعرف عليها بوضوح. طيب ايه حكاية الصفات المتناقضة دي او الغير متشابهة؟ احنا مندل في دراسته لنبات البسلة لقى ان مجموعة من نباتات البسلة كان ليها صفات ومجموعة تانية كان ليها صفات تانية. ففي مجموعة كان ليها صفات ودي كان المعظم او الاغلب كان عددها اكتر، فسمى الصفة اللي عددها اكتر dominant trait. dominant trait. والصفة او الصفات اللي كان عددها اقل سماها recessive trait. dominant معناها صفة سائدة. سائدة ممكن نمشيها كده مسيطرة، بتسيطر على معظم الجيل، معظم المحصول، لأن عددها أكتر. recessive معناها صفة متنحية. متنحية مشيها مستخبية، يعني مش ظاهرة قوي. إن ظهرت هتظهر في أعداد قليلة في الجيل، يا إما ما تظهرش خالص. فتعالوا نشوف إيه الصفات أو contrasting trait اللي مندل لاحظها في المحصول بتاع البسلة. بالنسبة للdominant trait أو بالنسبة للseed، البذور، كان الفورم أو الشيب، شكل البذور المعظم كان راوند، عدد قليل كان رينكلد، راوند بذر مستدير، رينكلد بذرة مجعدة مطبقة شوية مكرمشة شوية. الكالر كان معظم نباتات البسلة كانت بذورها يلو، يلو سيدز. العدد القليل كان جرين سيدز، مش يلو، أصفر وأخضر لأتليه يعني مصفرة شوية. بالنسبة للفلاور، الدومينانت تريت كانت ريد فلاور، ريسيسيف تريت كانت وايت فلاور. بالنسبة للبود، بود للفروت اللي هو الثمرة نفسها أو الكيس اللي جواه البذور البسلة نفسه، المعظم أو الدومينانت تريت كان سموث بود. سموث بود يعني كان كيس ناعم أو كيس منتفخ شوية. العدد القليل أو ريسيسيف تريت كان بينشد. بينشد يعني كيس مجسم أو مش منفوخ او مش منتفخ زي الكيس اللي هو السموث. كان كيس واخد شكل او مجسم على شكل البسلة نفسه، كان كيس رفيع. الكالر كان dominant trait green، recessive trait yellow. طب الستم، الستم كان dominant trait tall، recessive trait كان short. معظم النباتات او محصول بسلة كان طويل، عنده ساق طويل، العدد قليل كان ساق قصير. الفلاور بوزيشن مكان الزهرة، الزهرة كان مكانها فين؟ في المعظم كانت سايد بوزيشن، زهرة جانبية. العدد القليل او الريسيسيف او الصفة المتنحية الضعيفة، كانت الزهرة في النهاية at the end of the stem. طيب
بعد ما مندل شاف السيفن تريتس او السبع صفات دول، بدأ بقى يجري التجارب بتاعته او ينفذ التجارب بتاعته. تعالوا نشوف مع بعض steps of Mendel's experiment. بالنسبة للستبس، number one, Mendel planted a pea plant of yellow seeds and a pea plant of green seeds for several generations. كرر زراعة نبات البسلة اللي أنتج بذور صفرة ونبات البسلة اللي أنتج بذور خضرة لعدة أجيال. ليه عدة أجيال؟ يعني كرر زراعتهم كذا مرة ليه؟ عايز يتأكد من نقاء الصفات، يعني السيفن تريتس اللي اتكلمنا عليهم من شوية، عايز يتأكد إن مفيش صفة تامنة ممكن تطلع في النص، يعني عايز يتأكد إن مفيش غير السبع صفات دول هم اللي موجودين في البي بلانت. يبقى to make sure of the purity of these traits. Purity يعني النقاء، عايز يتأكد من نقاء الصفات دي. بعد ما مندل اتأكد خلاص من نقاء الصفات دي، بدأ في الخطوة التانية. The seeds of these plants, the new seeds بقى, were planted when plants were produced carrying flowers. Mendel removed the stamen. بعد ما زرع أو نفذ الخطوة التانية وبدأ يزرع المحصول الجديد، مندل ريموفد يعني نزع أو شال أو أصل stamens، الستيمن اللي هو نفتكر مع بعض هو الميل أورجن، from the flowers before the anther becomes mature. قبل ما الأنثر، أنثر هو الكيس اللي بيتكون جواه البولين جرين، أول قبل ما الأنثر ده becomes mature، mature يعني ينضج أو يبقى ناضج، أصل stamen. ليه يعمل الخطوة دي؟ to ensure that the plant doesn't self-pollinate. احنا اتفقنا ان البي فلاور او زهرة البسلة بايسيكشوال، بايسيكشوال يعني فيها الميل والفيميل، فالبولينيشن فيها يا اما يحصل سيلف بولينيشن او ممكن يحصل ميكسد بولينيشن، هو مش عايز سيلف بولينيشن. فاص الانثر او اص الستيجما الستيمنز، اص الستيمن قبل ما الانثر بيكمز ماتيور، قبل ما الانثر يبقى ايه ناضج او يكبر. طيب بعد كده الخطوه الثالثه، ثرو كروس بولينيشن، Mendel pollinated the flower of the plants that produces yellow seeds with pollen grain from a plant that produces green seeds. يعني عمل cross pollination بقى ما بين ال yellow seed والgreen seed أو red flower والwhite flower. يعني أخذ pollen grains من الwhite flower وداها للاستجما of red flower، واخد pollen grain من red flower وداها للستيجما، ستيجما اللي هو الفيميل اورجان وداها للوايت فلاور. يعني pollen grain من red للوايت وpollen grain من الوايت للريد، دي بنسميها cross او mixed pollination. طيب بعد كده then he covered the stigmas، stigmas اللي هو الفيميل اورجان، غطى الفيميل اورجان، غطى الستيجما. ليه؟ in order not to cross pollinate again. مندل كل خطوة بيعملها في الاكسبرمنتس دي بيقيسها مظبوط، وبيحاول مش عايز عوامل خارجية تأثر في الاكسبرمنت دي، يعني عايز ينفذ كل حاجة ويقيسها صح. فمش عايز يحصل بولينيشن مثلا عن طريق الوينز، عن طريق الانسكس الحشرات، فكل خطوة بيتأكد منها انها تتم وهتتنفذ صح. طيب النتيجة بقى ايه؟ the results. All plants are produced only with yellow seeds while the green seed disappear. النتيجة كانت مفاجأة بالنسبة له. ليه؟ هو عمل cross pollination بين صفتين، ال yellow seeds وال green seeds، فالمفروض ان المحصول او الناتج هيطلع جزء وجزء، يعني على الاقل في نباتات واخدة صفة معينة ونباتات تانية حتى لو عددها قليل واخدة الصفة التانية. لا، هو اتفاجئ ان all plants are produced only with yellow seeds. طب ال green seeds فين؟ او صفة ال green seed فين؟ اختفت في الجيل اللي ظهر قدامه. طيب number 4 بقى عمل ايه؟ Mendel led the first generation plants. First generation هو مندل سمى كل المحصول اللي طلع، كل المحصول اللي هو the yellow seeds سمى first generation plants. Mendel led the first generation plants self-pollinate, then planted the resulting seeds. ما هو ما قدموش غير كده yellow seeds، يعني كل المحصول yellow seeds، نبات بسلة بذور صفرة، يعني الصفة حتى اللي هي بذور البذور الخضرة اختفت، فما قدموش غير البذور الصفرة، فكرر تاني زراعتهم مع بعض عن طريق الـ self-pollination.
then planted the resulting seed واستنى البذور وزرعها and got the second generation plant واستنى المحصول الثاني او الجيل الثاني. تعال بقى نشوف results او النتيجة كانت ايه. Plants are produced with green seeds representing only a quarter of the produced plant. يعني ظهرت الجرين سيد او صفة البذور الخضراء بس ratio quarter of the produced plants. But the plants with yellow seeds presents three quarters of the second generation. يعني ظهرت الصفتين مع بعض ال yellow seeds وال green seeds with a ratio three quarters to one quarter او three to one او ممكن نقول 75% to 25%. يعني الجيل الاولاني نركز بقى مع بعض ما كانش فيه صفة غير صفة واحدة بس اللي هي اليلو سيدز انما السكند جنريشن the two traits appear together with a ratio 3-to-1 three yellow seeds one green seeds. مندل سمى اليلو سيد اللي ظهرت في او اللي كانت مسيطرة عشان كده يسمونها dominant جاي من verb dominates. سمى اليلو سيدز dominant trait dominant trait وسمى الجرين سيد trait سماها recessive trait. dominant معناها صفة سائدة سائدة تسود أو بتسيطر. recessive معناها صفة متنحية متنحية يعني مش ظاهرة قوي. فال dominant trait والrecessive trait هما contrasting trait. عرفنا دلوقتي كلمة contrasting دي جت منين. contrasting يعني صفتين عكسيتين أو متقابلتين مش زي بعض. واحدة منهم dominant واحدة منهم recessive. واحدة منهم سائدة قوية التانية recessive متنحية أو ضعيفة. الاكسبيرمنتس اللي عملها مندل على البي بلانت وصلته كده لبرنسبل مبدأ أو أساس اسمه principle of complete dominance. principle of complete dominance يعني مبادئ السيادة الكاملة. يعني ايه مبادئ السيادة الكاملة؟ يعني بمنتهى البساطة في صفة بتسود على صفة تاني بتغطيها خالص بتسيطر عليها. طبعا الصفة دي سميناها ايه اللي هي dominant trait سيطرت او سادت على مين او غطت مين recessive trait. فيقولين ايه it is appearance of a dominant trait appearance of dominant trait in the individuals of the first generation when two individuals لو عندنا فردين لما two parents يعني are crossed تزاوجوا carrying pure contrasting traits. ده اللي حصل لما يكون عندنا two parents. الكلام ده لسه شرحينه حالا. لما يكون عندنا two parents مثلا two pea plants one of yellow seeds the other of green seeds crossed تزاوجوا all first generation individuals كل أفراد الجيل الأول with dominant traits صفة سيطرت سادت على الصفة الثانية وخافتها خالص. كده احنا خلصنا part 1 في unit 3. هي unit 3 اصلا lesson 1. هنحاول نقسم unit 3 على 3 parts عشان نقدر نذاكر ونهضم كل part كويس قوي. الجزء الاولين احنا عرفنا فيه الاكسبيرمنتس بتاعت مندل عرفنا فيه هو عمل ايه عرفنا فيه البرنسبلز اوف كومبليت دوميننس. اتمنى لو في حاجه مش واضحه اكتبوا لي في الكومنتس بتاعت الفيديو وانا هحاول اجاوب على الاستفسارات بتاعتكم عشان نبدا ندخل في بارت 2 واحنا فاهمين كويس قوي ايه اللي حصل في بارت 1 لان بارت 2 مبني او هيبقى فيه بروبلمز كده بقى مبنيه على الجزء اللي احنا شرحناه النهارده.